تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ما حكم زيارة المقابر للنساء؟ لا بأس، لا بأس أن تزور المرأة المقابر، فقد زارت عائشة قبر أخيها رضي الله عنهم، بل في صحيح مسلم علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ماذا تقول إذا دخلت المقبرة. زيارة النساء لو كانت محرمة لنهى، وما علم عائشة، لماذا علمها؟ ما الفائدة؟ قالت له: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: فقولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. لماذا يعلمها؟ لأنه مباح. ثم لماذا نزور القبور؟ لماذا؟ ستقولون: لأنها تذكرنا الآخرة. طيب، هو خاص بالرجال فقط؟ الرجال هم الذين يتذكرون الآخرة، والنساء لا يحتاج أن يتذكرن الآخرة؟ عام. أما النصوص التي وردت فيها النهي كقوله لعن النبي عليه الصلاة والسلام أو لعن الله زوارات القبور، هذه الأحاديث منسوخة. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، هذا هو النهي للنساء وللرجال، هذا هو النهي. ثم جاء النسخ: ألا فزوروها، والخطاب لمن؟ للنساء والرجال، بدليل أنه علم عائشة أن تقول الدعاء، وإلا لماذا يعلمها؟ وفي الصحيحين دخل مقبرة عليه الصلاة والسلام فوجد امرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ما كانت تعرف أن هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا ندمت وذهبت إلى بيته وقالت: يا رسول الله ما عرفتك. قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الصبر الحقيقي الذي يطلب من المسلم أنه إذا جاءه الخبر وصعقه الخبر، هنا يصبر ويحتسب ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وليس يقع في الصراخ والنحيب و ثم بعد ذلك يقول: الحمد لله على المصيبة. لا، ما يصبح الصبر عند الصدمة الأولى إذا أردت الأجر. الشاهد من الحديث: هل نهاها عن الزيارة؟ ما نهاها عن الزيارة، إنما أنكر عليها إيش؟ أنكر البكاء. رآها تبكي قال: اتق الله واصبري. لماذا لم يقل لها: ما الذي أدخلك إلى المقبرة؟ ألم أنهى النساء عن القبور وأقول أنهن ملعونات؟ ما أنكر عليها، والحديث في الصحيحين.